واحد بيقول لماذا تزوج ابراهيم من قطورة؟ مش عاجبه يعني الكلام ده وبيلوم ابونا ابراهيم. يبقى انت لما تطلع فوق ما تروحش في احضان ابونا ابراهيم، ما دام بتلومه خليك في حالك وهو في حالك. هترجع وتقول اتأسفت وهروح لاحضان ابراهيم. وبعدين يقول وهل يليق بداود رجل الصلاه ان ياتي له بحاضنه وهو رجل مسن؟ كان داود قد فقد الحراره في جسده، يعني وصل لدرجه ما بقتش فيه حراره في جسده، فالحاضنه دي كانت تعتبر زوجه له ايضا ولم يعرفها، يعني فضلت كما هي بتول، لكن كان فقد حرارة جسد. أنا مش عارف ليه الناس قاعدين ينتقدوا الأنبياء وينتقد إبراهيم وينتقد داود. يا ابني ده احنا منطولش تراب رجليهم، خليك عاقل. مش عاجبه داود. لو أنت بقيت في هذه السن أو في هذه الصحة وفقدت الحرارة الكاملة من جسدك، تبقى تحس ايه اللي حصل وقتها. واحد بيقول ما رأي قداستكم في استخدام المزامير في السحر؟ طبعا شر في شر. وبعدين بيقول يعقوب استغل طريقة التوحم الوحم يعني في الحصول على أغنام خالد. هو برضو صاحب نفس السؤال، لعب إبراهيم ولا داود ولا يعقوب؟ انت هتتخصص في أخطاء الأنبياء